تخليد اليوم المساجد انضمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حفلا دينيا مسرح محمد الخامس لتقديم حصيلة ما تم تحقيقه للرقي بالمساجد والاعتناء بها. الحفل مناسبة دينية دأبت الوزارة على تنظيمها سنويا. ليلة رمزية يستعرض فيها ما تم في ميدان المساجد برعاية أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله. ونعلم جميعا أن أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء دولته هو بناء مسجد، ولذلك فحفيده أمير المؤمنين عزه الله قلبه معلق بالمساجد، يعني بناء ورعاية لأهلها ولأئمتها. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد خلال هذا الحفل الديني على أن ترميم المساجد والاعتناء بها يعد من بين أولويات الوزارة التي خصصت ميزانية هامة لتسيير المساجد ورعاية شؤون القائمين عليها. كلفتني وزارة الأوقاف باش نرمم 3 المساجد، ودرنا لهم تصميم على حسب البرنامج اللي عطاتنا وزارة الأوقاف. درنا لهم تصميم ديال التهيئة وتصميم ديال لي فاساد لي بلون جينيرال، وسهرنا على الأوراج. الحفل الديني ليلة رمزية تقام من أجل المحسنين عرفانا منهم على إسهاماتهم وإنفاقهم من أموالهم الخاصة لتشييد بيوت الله والعناية بها.